عاجل قديم يحف عاجل. كاين درك مثلا ما يحففش بالآلة. بكري كان عندنا مقص، سلاكة، سيشوار. كي بديت الحفافة كانت 2500 و 2500 حفافة. حلاق 93 تعلمتها واحد يتعلمتها غير عنده حلاق تشوف كيفاش يحفف نهز من عنده نخدم بالمقص. نحن بكري ما نخدموش ديجا بالطندواز هذه خلاص ما كاش صعوبة تعلمتها عادي خلاص حاجة اللي كنت تحبه وتحب تتقنها تتعلم ها تعلمتها على حب حاجة شغل نحب نخدمها تعلمت. أنا كنت في عنابة راه عند واحد في الحجار ندخل نحفف ونشوف كيفاش راه يخدم ونخرج نخدم. في الأول كنت نخدم كنت نحفل الدراري في الدار ولاد خويا ولقيت راحتي في الحلاق خدمة قعدت حلاق تعلموا هذا لأولادي كامل يخدموا الحفافة. عندي ثلاثة أولاد خدموا كامل يخدموا الحفافة يريحوا معايا يشوفوني نخدم يخدم. كاين تغير درك كاين بكري كان عندنا عندك مقص سلاكة سيشوار بصح درك تطورت وقعت الطندوز هذوما الحوايج هذوما اللي تبدلت حتى الحفافة بعد تبدلت ما عادش زي الحفافة بكري زي درك. بكري ما كانش اللي يجي يقول لك حفف لي ضرب لي ضربه في راسي كنت ضرب ضربه في راسي كاين الدرك اللي كاين الدرك ما تحفش بالاله كاين الدرك يحف بالمقص لا درك هو لازم كل انسان تعطيه تخدم له خدمته باذن الله يخرج كل راضيين ولازمك تعطيها اولا انك تقعد لهنا وتقول لي كيفاش نحفف لك باذن الله نفهم كيفاش راك تحفف واللي حفف عندي مره ولا زوز خلاص ديجا على بلي بيه الحفاف كي بديت الحفاف كانت 2500 و 2500 حفله وتخدم وتخلص الكرا ورحمه ربي وعاد كاين اللي يقول لك زرب لي يعني رايح زرب لي بصح ما زربلوش انا لازم نخدم خدمتي. الحمد لله من نهار بديت نخدم مع ناس نظاف لا كاين ناس يمرضوا يروحوا للدار الحفاف يعيش نعم وعلى لا رزق ويعيش ويعيش حر والحمد لله وعلى شي لازم مش خدمه في حتى عار الله الحرفه مليح الحرفه هو تروح سلاح راهي معاك كما الحفافه تاعي انا صعيبه شويه.